أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نحل امتحانات آخر الترم للصف الأول الإعدادي في مادة الهندسة. الاختبار الأول محافظة القاهرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت يا رب العالمين تجعل الصعب سهلا. في محافظة القاهرة السؤال الأول بيقول: أكمل الزاوية التي قياسها 30 تتمم زاوية قياسها كم؟ تتمم يعني الاثنين بيبقوا ب90، يبقى دي 60 درجة. مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة واحدة يساوي الزوايا اللي هي المتجمعة حول نقطة اللي هي 360 درجة. إذا كان المثلث الباء جيم يطابق المثلث الهاء واو، فإن ألف باء، ألف باء اللي هو الضلع الأول ده، ألف باء هيساوي الضلع دال هاء، دال هاء، وباء جيم طبعا هتساوي ايه؟ هاء واو، وألف جيم هتساوي دال واو. إذا كان قياس زاوية ألف بتساوي 120، فإن قياس زاوية ألف المنعكسة دي والمنعكسة بيبقوا 360، نطرح 120 هتبقى 240. 120 من 360 تديني 240. متوازية الأضلاع فيه طول ضلعين متجاورين، طول ضلعين متجاورين 4 و6، فإن محيطه يساوي طبعا محيط مجموع الأطوال، الضلعين المتجاورين 4 و6 يبقى التنين اللي هم بقيت الأربعة 4 و6 أيضا، يبقى 4 و6 10 في 2 ب 20 سم. اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. الزاوية التي قياسها نوعها الزاوية ديت نوعها إيه؟ طبعا القائمة 90 دي أقل من 90، يبقى ديت ايه؟ حدة. المستقيمان الموازيان لثالث يكونان متوازيان. اذا كان باء ج يطابق س ص، فان باء ج ناقص س ص بتساوي ايه؟ الاثنين قد بعض بيطابقوا فتطرح من بعض بين صفر. اذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فان كل زاويتين متبادلتين، طبعا متوازيين هم متبادلتين، يبقى متساويتان في القياس. عدد المفصلات التي يمكن التي بالشكل المقابل يساوي أداء 1 2 3، وده ما عدا يبقى 4، ده ما عدا يبقى 5، وده كله يبقى 6، يبقى كام؟ مستطيل 6. إذا كانت زاوية س تكمل زاوية ص، فكانت زاوية س بتساوي زاوية ص، الاثنين بيكملوا بعض، الواحدة الاثنين قد بعض، فإن قياس زاوية أما الاثنين يكملوا يعني الاثنين 180، الاثنين قد بعض يبقى كل واحدة منهم 90، فإن زاوية س بقى هتساوي قياسها بتساوي 90. اذكر حالتين من حالات تطابق المثلث، طبعا الأضلاع الثلاثة وزاويتين وضلع على طرفيهما، أو ضلعين وزاوية محصورة بينهما، أو الحالة الرابعة اللي هي بتاع المثلث قائم بزاوية. ألف باء وباء جيم وألف باء بيساوي باء جيم وألف دال بيساوي دال جيم، ده بيساوي ده، ده بيساوي ده، دي 5 دي 40 دي 80. فهل المثلث جيم باء دال، نشوف بقى، ده بيساوي ده، ده بيساوي ده، ده بيساوي ده، دي 80 دي 40، بقول هل المثلث، طبعا انا عندي ضلع مشترك يبقى ده ضلع يساوي ضلع، ضلع يساوي ضلع، الثالث مشترك، يبقى تطابق المثلثان بثلاثه اضلاع. يقول هل المثلث ده يطابق المثلث ده؟ لماذا؟ نعم، بثلاث اضلاع. طبعا هتقول له الف باء بيساوي باء جيم، والف دال بيساوي دال جيم، وباء دال مشترك. أوجد قياس زاوية ألف باء دال، ألف باء دال، طبعا الزاوية دي بتساوي الزاوية دي، طيب الزاوية دي ما حسبناهاش، عايزين نحسب 40 و80 120، نطرحهم من 360 من 180، 120 180 تبقى دي 60 درجة، تبقى دي زيها، تبقى دي إيه؟ 60، يبقى إذا القياس دي بتساوي 60 درجة. باستخدام الأدوات الهندسية ارسم زاوية ألف باء جيم بحيث قياس زاوية ألف باء جيم بتساوي 120، ثم باستخدام المسطرة والفرجار نصف زاوية ألف باء
تقديم بالمنصف ده. يبقى انا بجيب المسطرة وبجيب البرجل بتاعي والمنقلة الادوات اللي هنسيعنا بنجيبها وبنرسم زاوية قياسها المسطرة كده. باخد الاول الشعر الابتدائي للخط للشعر الابتدائي بالشكل ده وارسم زاوية بعد كده عاوز زاوية ألف بقى جيم 120 درجة ده ألف عاوز مين ألف باء يبقى نقطة الرأس الزاوية باء ده ألف ركز عند ألف باء وأرسم 120 ادي 120 اهي النقطة بتاعت 120 أثبت المسطرة على الاتنين دول النقطة والرأس الزاوية بالشكل ده وأوصل تصبح الزاوية ديت ألف باء جيم. بعد كده باستخدام ثم باستخدام المسطرة والفرجر نصف زاوية ألف باء جيم بالمنصف بقى ده. عايزين نصف الزاوية ديت بنجيب بقى البرجل بتاعي وأرسم في المنصف بتفتح أي فتحة وتثبت سن البرجل عند رأس الزاوية وتاخد قوس على الشعاع ده وقوس على الشعاع ده يوم ما عايز زاوية. ممكن بنفس الفتحة أثبت عند نفس عند قطع القوس أول بالشعاع الأول واخد قوس النقطة التانية عند الشعاع التاني مع تقاطع القوس وآخد قوس آخر ونقطة تقاطع القوسين دول بوصلهم مع رأس الزاوية بالشكل ده. يبقى انا كده نصفت الزاوية يبقى كده نصفنا الزاوية. في الشكل المقابل عند ده بيوازده دي 50 وقياس زاوية ألف باء واو بتساوي 50 أوجب قياس زاوية جيم باء هاء جيم باء هاء عاوزين قياسها طبعا دي بتساوي 50 بالتقابل بالرأس تقاطعين دي 50 درجة. زاوية هاء مع ذكر السبب زاوية هاء دي مع ديت داخلتين وفي جهة واحدة لأن ده بيوزن ده وده قاطع يبقى ديت 130 داخلتين وفي جهة واحدة من القاطع بيكون مجموع 180 درجة فبالتالي يبقى اللي هي اللي باقية دي ب 130 مع ذكر السبب. يبقى بنقول في الأولى قياس دي بتساوي قياس دي بتساوي قياس الزاوية دي بتساوي قياس زاوية جي ألف باء واو تبعد ده السبب الأول. تانية قياس دي زائد نقول بما أن باء جيم يوازي هاء واو دال وباء هاء قطع يبقى إذا قياس زاوية باء زائد قياس زاوية هاء تساوي 180 داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع يبقى مجموعهم 180. طيب في الشكل المقابل بقى هاء ينصف زاوية ده بي ينصف الزاوية دي 50 هتبقى دي ايه 50 او قياس ألف باء دال ألف باء دال كل دي زاوية ايه مستقيم عندنا ألف باء بما ان قياس زاوية ألف باء جيم مستقيمة بما أن باء هاء ينصف زاوية دال باء جيم إذن قياس زاوية دال باء هاء بتساوي قياس هاء باء جيم بتساوي 50 درجة. إذن قياس ألف باء دال تساوي 180 ناقص 100 اللي هي 50 و 50 بتساوي 80 درجة. في الشكل المقابل عندي توازي 3 قطع متوازية 4 خطوط متوازية
والقاطع أجزاؤه متساوية، يبقى لأي قاطع آخر تكون أجزاؤه عاملة إيه؟ متساوي. طب القاطع الآخر قسمناه كم جزء؟ 3 أجزاء، يبقى كل جزء منهم بـ3، لأن هو كل القاطع التاني بـ9، يبقى دي 3 دي 3 دي 3. أوجد طول ألف صاد مع ذكر السبب. نقول له بقى إذن ألف صاد بيساوي ألف صاد، إحنا نقول بقى بما أن ده بيوازي ده بيوازي ده بيوازي ده، 3 وزارة، وألف باء قاطع أجزاؤه متساوية، يبقى إذن للقاطع الآخر أجزاؤه متساوية، يبقى كل جزء فيه بـ3، 3 و3 6، يبقى إذن ألف صاد بتساوي 6 سنتيمتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.